أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب البداء البداء من صفات فعل الله سبحانه وتعالى ودلت عليه الادله الكثيره من القران ومن الاحاديث واتفقت صحاح الشيعه وغير الشيعه على وجود البداء في الله سبحانه وتعالى كما سيتضح من خلال حديثنا في هذه الحلقه قبل ان نذكر في ادله البداء ينبغي ان نبين معنى البداء لان بيان المعنى يدفع كثير من الشبهات والاشكالات لأن بعض أعداء الشيعة اتخذوا هذه الروايات الدالة على البداء وعقيدة الشيعة في البداء اتخذوه ذريعة في الطعن في الشيعة واتهموهم بأنهم يقولون بالجهل على الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عن النقص وعن الجهل علوا كبيرا. لكن اذا اتضح معنى البداء يتبين انه ضروره قرانيه. وايضا يتبين ان المسلمين قاطبه من الشيعه ومن غير الشيعه رووا في صحاحهم البداء. وان البداء في الله سبحانه وتعالى لا يستلزم الجهل بل يدل على كمال قدره الله سبحانه وتعالى اولا ما هو معنى البداء لغه البداء لغه هو بمعنى الظهور مثلا في هذه الايه من سوره طه حول آدم عليه السلام وحواء فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما يعني حينما أكل آدم وحواء عليهما السلام من تلك الشجرة الممنوعة سقطت ثيابهما فظهرت سوأتهما كانوا جاهلين بهذه السوءه؟ كلا، لاننا لا نقول بالمعنى الذي ذكر في التوراة والاسرائيليات التي وردت في هذا الشأن، وإنما نقول كما عليه المفسرون أو الصحيح من المفسرين في التفسير يقولون بأنهما كانا لابسين ثيابا فبالاكل من تلك الشجره سقط عنهما ثيابهما فاضطرا ان يقتطفان من اوراق الاشجار لستر السوءه فهنا يقول فبدت لهما سوءاتهما يعني ظهرت كانت مستوره بالملابس فظهرت البداء هو الظهور وموارد استعمال البداء في القران وكذلك في اللغه العربيه موارد استعمال متعدده لان المعنى هو الظهور قد يكون هذا الظهور بعد الخفاء بان يكون الانسان جاهلا ثم يعلم بذلك الشيء هذا مصداق من مصاديق البداء ظهر له بعد أن لم يكن يعلم مصداق آخر من مصاديق البداء الظهور بعد الإخفاء يعني كان يعلم وقد أخفاه لكن ظهر مصداق ثالث من مصاديق البداء الظهور بعد العدم لم يكن فوجد هذا وجد ظهر فبدا وهذه الاستعمالات وردت في القران الكريم هذه المصادق مذكوره في القران الكريم مثلا الظهور بعد الخفاء في سوره الزمر الله سبحانه وتعالى يقول: "وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون". بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هؤلاء المجرمون العصاة ما كانوا يعلمون بان الله سبحانه وتعالى يعلم جميع اسرارهم لكن في يوم القيامة حينما يجدون كتابهم امامهم لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، ما كانوا يحتملون ان يكون هناك عقاب، كانوا يكذبون الرسل، لكن هناك يظهر لهم العذاب والعقاب الحقيقه التي لم يكونوا يتوقعونها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هنا البداء بعد الخفاء، كان خافيا عليهم. كانوا يجهلون به فظهر لهم. هذه آية في المصداق الأول. أما المصداق الثاني الظهور بعد الإخفاء، يعني يعلم لكنه قد أخفاه. في... سورة الانعام الايه 28 الله سبحانه وتعالى يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بدا لهم ما كانوا يخفون، كان يخفيه يعني يعلم به ويحاول ان يخفيه لكن في يوم القيامه يظهر وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. فهو يعلم لكن يخفي في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يظهره هذا هم المصداق الثاني وأما المصداق الثالث الظهور بعد العدم يعني لم يكن فوجد كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة الآية رقم أربعة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. والذين معه ماذا قالوا لاولئك الكفرة؟ كفرنا بكم نحن لا نؤمن بكم انتم عبدة الاصنام ونحن نكفر بعبادتكم ونكفر بكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء، بدا بيننا ظهرت العداوه والبغضاء بيننا وبينكم لم تكن عداوه لانهم كانوا يعيشون مع قومهم فالذين مع ابراهيم كانوا كفار ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان ساكتا لم يكن مامورا بشيء لكن لما أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالرسالة وتبعه من تبعه من قومه فظهرت عداوة بين هؤلاء المؤمنين وأولئك الكفار وظهر البغضاء وظهرت البغضاء بينهم إذن هنا ظهور لكن ليس بعد خفاء وليس بعد اخفاء بعد عدم لم يكن هناك عداوه وبغضاء فتحققت العداوه والبغضاء بعد الرساله فاذا البداء في اللغه هو الظهور قد يكون ظهورا بعد اخفاء وقد يكون ظهورا بعد خفاء وهذا يستلزم الجهل لكن الظهور بعد الاخفاء لا يستلزم الجهل وقد يكون ظهورا بعد ان لم يكن شيئا كان عدما فاذا ليس في معنى البداء لغه ولا في الاستعمال القراني العلم او الجهل هذه لم تؤخذ في معنى البداء اصلا والبداء الذي يكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الاظهار بعد الاخفاء او ايجاد تقدير جديد بعد ان لم يكن الله سبحانه وتعالى قد قدره يعني لم يكن قد قدر فقدر كما سنبينه بالتفصيل زين هذا البحث الاول في معنى البدء البحث الثاني هل القول بالبداء في الله سبحانه وتعالى خاص بالشيعة وبرواياتهم الجواب كلا هذه عقيدة إسلامية دلت عليها صحاح المسلمين أجمع سواء شيعة أو غير شيعة والغريب في الأمر أن الذين يتهجمون على الشيعة في قضيه البداء هم انفسهم في كتبهم كصحيح البخاري عندهم مثلا وكتب اخرى من كتبهم ذكر لفظ البداء بالنسبه لله سبحانه وتعالى بالنص مثلا هسه لكم روايه رووها عن رسول الله صلى الله عليه واله في الصحيح عندهم كتاب البخاري يذكر الأسناد أن أبا هريرة حدثه أنه سمع سمع رسول الله هو ذاكر صلى الله عليه وسلم لكن نحن لا نصلي الصلاة البتراء فنقول صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل ابرص واقرع واعمى انتبهوا الى الكلمه ابرص واقرع واعمى بدا لله عز وجل ان يبتليهم بدا لله هسه واحد لا يجي يحاول انه يتلاعب بالالفاظ نجيب له من كتاب ابن حجر فتح الباري يقول بدا لله بتخفيف الدال المهمله يعني الدال مو ذال بتخفيف الدال المهمله بغير همزه هذا مو بدا او بدا لا بدا اي سبق في علم الله فاراد اظهاره وليس المراد هذا تتمه كلام ابن حجر وليس المراد انه ظهر له بعد ان كان خافيا لان ذلك محال في حق الله تعالى زين هو هذا نفس الشيء الذي يقوله علماء الشيعة المتكلمون من الشيعة من اليوم الاول الى يومنا هذا حتى الروايات في كتاب الكافي الشريف سنقرا بعض هذه الروايات في هذا الباب تدل على ان البداء في الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى الجهل ثم العلم، فهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. ومن يقول بان الله جاهل والعياذ بالله هذا الانسان كافر. اذا كما ورد في كتب الشيعه كلمه بدا لله كذلك ورد في كتاب البخاري الصحيح عند العامه. مثلا. نذكر روايه اخرى من كتبهم في كتاب مسند احمد بن حنبل يذكر بسند اللي هذا السند عندهم معتبر صحيح على شرط الشيخين زين سمعوا الى هذا الحديث الذي يرويه احمد بن حنبل الذي يتبعه الوهابيون في مذهبهم لانهم يقولون انهم حنابله الحديث بعد ذكر الاسناد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول نحن نقول صلى الله عليه واله وسلم سمعت رسول الله يقول اذكر حديث من علائم اخر الزمان نص الحديث حتى اذا بدا لله ان تطلع من مغربها الشمس تطلع من المشرق إن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، من علائم الساعة أن الشمس تطلع من المغرب حتى نص الحديث إذا بدا لله أن تطلع من مغربها بدا لله، نص هذه الكلمة التي هي وردت بدا لله في روايات الشيعة وردت في رواياتهم وباسناد صحيحه عندهم. زين، هسه احنا نجي نتسائل. البداء ورد في كتب الشيعه في احاديثهم المعتبره. ورد في كتب السنه في احاديثهم المعتبره عندهم. فهي فكره اسلاميه، عقيده اسلاميه، اشترك فيها المسلمون من الشيعه وغير الشيعه. زين فهذا الذي ياتي ويهرج ويشنع على الشيعه في قولهم بالبداء، هذا الانسان اما جاهل وفقط غرضه التهريج، او هذا الانسان يخالف عقيده اسلاميه وردت في كتبه ايضا، فالبداء ليس مجرد عقيده شيعيه. البداء عقيدة إسلامية يعتقد بها المسلمون أجمع فإذا واحد يجي ينكرها ويهرج ضدها هذا ده يهرج على كتبه ده يهرج على صحيح البخاري عند الصحيح ده يهرج على مسند أحمد بن حنبل ده يهرج على فتح الباري ده يهرج على كتب أخرى من كتبهم فإذا النقطة الثانية أن هذه العقيدة عقيدة البداء عقيدة إسلامية عامة وليست خاصة الشيعة ومن يتهم الشيعة بأنهم يقولون إن البداء بمعنى أن الله جاهل والعياذ بالله فهذا تشنيع واتهام وما أسهل الاتهام وإلا المشركون أيضا اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وكانوا يتهمون الرسول صلى الله عليه وآله بأنه شاعر كاهن مجنون والعياذ بالله انه اكتتب اساطير الاولين وهكذا وهلم جرا من اتهامات وقبل ذلك الذين حاربوا الانبياء من الفراعنه وغيرهم ايضا كانوا يتهمون الانبياء هسه اذا واحد يجي لا يتورع ويتهم هذا امر ليس بجديد لكن الغريب انه في هذا العصر مع وجود وسائل الاتصال والمواصلات والوسائل الحاسوب الحديثه والتقنيه الحديثه، كل واحد عنده كمبيوتر يتمكن من ان يجد هذه الاحاديث، مع ذلك لا زالوا يصرون على بهتانهم. وهذا يسقطهم ايضا، لان الانسان الذي يكذب، مره يكذب في مجتمع صغير، لا يوجد وسائل الاتصال، لا توجد وسائل المواصلات، قد يصدقه الناس لكن في عالم اليوم واحد جالس في بيته عبر جهاز صغير الحاسوب مثلا وألان أجهزة التلفون الخليوي يتصل بالإنترنت ويتصل بالناس الآخرين ويمكنه أن يحضر له مكتبة فيها آلاف الكتب الإلكترونية ويتمكن من أن يجد الصدق من الكذب لا زالوا يصرون على اكاذيبهم وهذا يسقطهم يعني الانسان عندما يحرج يمكن يقع كم واحد من الجهله تحت تاثير تهريجه واكاذيبه لكن عقلاء القوم لا يتاثرون بهذا التهريج وانما يحقق وبعد التحقيق يتبين له ان هذا الانسان كاذب فيسقط هذا الانسان من عينه ويقترب الى الحق اكثر من أسباب انتشار التشيع في العصر الحاضر هو هذا السبب وقد أشار إليه بعض علماء العامة أيضا قرأت في إحدى المجلات قبل أكثر من خمسة عشر عاما أن من أسباب انتشار التشيع هو أن البعض يكذب على الشيعة فبعد ذلك هذا الإنسان يروح مثقف ويمتلك مكتبة أو يمتلك وسائل الاتصال يروح يحقق يكتشف الكذب ويكتشف الحقيقة وهذا يقربه الى التشيع اكثر. على كل حال هذه هي النقطة الثانية. واما النقطة الثالثة نأتي إلى البداء في الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن البداء في الله ليس بمعنى العلم بعد الجهل، الظهور بعد الجهل، كلا. وهذا محال ومستحيل لان العلم من صفات الذات في الله سبحانه وتعالى. الله عالم اذ لا معلوم. يعلم بكل شيء موجود وما سيوجد، بل يعلم بما لم يوجد وما لا يوجد، لان علم الله سبحانه وتعالى لا نهايه له. فما هو البداء الذي اتفق عليه المسلمون؟ في الله سبحانه وتعالى البداء في الله باحد معنيين اما بمعنى الاظهار بعد الاخفاء الله سبحانه وتعالى لمصلحه اخفى على الناس امرا ثم اظهره لهم فهذا هو البداء يعني اظهار بعد اخفاء والإخفاء معناه أن الله يعلم لكنه لمصلحة أخفى فيكون وزان البداء البداء في التش التكوينيات كوزان النسخ في التشريعيات يعني في الحكم التشريعي الله سبحانه وتعالى يأمر إبراهيم بذبح إسماعيل زين الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الحكم سينسخ من الأول يعلم لا انه لم يكن يعلم ثم علم كلا النسخ معناه ان الله لمصلحة يأمر بشيء او ينهى عن شيء ثم لما تنتهي تلك المصلحة يغير الحكم الله أمر المسلمين بأن يدفعوا صدقة قبل أن يتناجوا مع الرسول صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم بعد ذلك حسب بعد عشرة أيام حسب ما يقول بعض المفسرين أو في نفس اليوم حسب ما يقول آخرون من المفسرين نزلت آية في نسخ هذا الحكم السابق: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فالله سبحانه وتعالى أصدر أمرا لمصلحة ولم يعمل بهذه الآية المنسوخة إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام باتفاق المفسرين فتصدق وتناجى مع الرسول صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، زين الله عندما اصدر الحكم كان عالما بنسخه، نعم، يعلم بان هذا الحكم له امد لكن الله سبحانه وتعالى اخفى الامد، لم يقل لهم انه يجب عليكم الصدقه الى الوقت الكذائي، فاذا حان ذلك الوقت بعد لا يجب الصدقه. اخفى عنهم الوقت. أو حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح إسماعيل أخفى عنه أن هذا الحكم سينسخ في اللحظة الأخيرة حينما يضع السكين على رقبة نجله إسماعيل. هذا النسخ في التشريعيات البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات يعني الله سبحانه وتعالى يقدر امرا مشروطا وهو يعلم بان هذا الشرط لم يتحقق لكن يخفي عن الناس ذلك فلما يحين الوقت يخبرهم بانه الحك... التكوين قد تغير لا ان الله لم يكن يعلم والعياذ بالله في البداوه وفي النسخ الله يعلم لكن يخفي ذلك لمصلحة مثلا في النسخ في أمر اسم إبراهيم بذبح إسماعيل كانت المصلحة امتحان إبراهيم لكي ينال الدرجات العالية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما الله أراد أن يجعل إبراهيم إماما هذا كان يحتاج أن يجتاز بامتحان صعب فأتمهن وكان من ذلك الامتحان امره بذبح اسماعيل. او الله سبحانه وتعالى في قضيه النجوى اراد ان يبين للناس فضيله لامير المؤمنين علي بن ابي طالب. واراد ان يبين لهم انه وقت التكاشخ البهرجه كلهم مستعدون ياتي ويتشاور مع الرسول لكي يبين انه شخصيه مهمه. لكن حينما يصل الى دفع المال يتجبجبون. لم يعمل بالآية إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فبين لهم ثم نسخ الحكم في التكوينيات كذلك الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا ثم يغير ذلك التقدير لمصلحة مثلا في رواية أن رجلا يهوديا حطابا هذا الرجل مر من أمامه المسلمين وفيهم رسول الله محمد صلى الله عليه واله فالرسول صلى الله عليه واله اخبرهم بان التقدير ان تلدغ حيه هذا الرجل اليهودي فيموت التقدير لكن هذا التقدير كان مشروط بشرط الشرط هو اذا لم يتصدق فاذا تصدق تقدير يتغير يعني الله يغيره لان الله قادر كما قدر يغير ذلك التقدير لكن الرسول اخفى عنهم ان هذا التقدير مشروط بعدم الصدقه يعني مقدر ان تلدغه حيه فيموت بشرط ان لا يتصدق فاذا تصدق الله سبحانه وتعالى غير التقدير زين فاخبرهم الرسول بالتقدير ولم يخبرهم بالبداء فيه. العصر هذا اليهودي دا يرجع، فمر من امامهم وعلى عاتقه الحطب الذي احتطبه من الصحراء. فالمسلمون تعجبوا الرسول اخبر والرسول صادق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. أخبر أن التقدير أن تلدغه حية فيموت وها نحن نراه حيا يرزق فالرسول ناداه فأجا قال له ضع هذا الحطب اللي على عاتقك ضعه على الأرض هذا وضع الحطب على الأرض فخرجت من بين الحطب حية قاتلة فالرسول صلى الله عليه واله قال لاصحابه ما معناه ان هذه الحيه كان مقدرا ان تلدغ هذا الرجل هي على ظهره فتلدغ بكل سهوله ولكن لنساله لماذا لم تلدغه ماذا فعل لانه ما كان يدري ان هذه الحيه فساله الرسول صلى الله عليه واله قال انا حينما خرجت من البيت معي قرصان من الخبز حتى في وسط العمل عندما اجوع اكل هذين القرصين فوجدت في طريقي فقيرا فتصدقت باحد القرصين فالرسول قال هذا دفع صدقه فالتقدير الذي كان بلدغ الحيه له وموته هذا التقدير الله سبحانه وتعالى غيره بتقدير اخر زين الرسول لماذا اخبر المسلمين بذلك؟ ولماذا اراهم القضيه يعني شافوا الحيه بعينهم حتى لا يشككون في ان الرسول مثلا قال خلاف الواقع، لا شافوا حيه وحيه على ظهره وكان يمكن في كل لحظه ان تلدغه وساله عن فعله ليبين للمسلمين اهميه الصدقه، هذه المصلحه كانت. يعني ذلك التقدير وإخفاء شرط ذلك التقدير انه ان لم يتصدق كان بسبب هذه المصلحه اللي ان الانسان بعض القضايا يسمعها فاذا سمعها يمكن ما يتاثر بها كثيرا لكن اذا رآها بعينه يتاثر فإن قلنا انه الصدقه تدفع البلاء اي الصدقه تدفع البلاء ما يصير قناعه في نفسه لكن اذا بعينه شاف انه دفع صدقه وبلاء كان نازل عليه فاندفع منه هنا اكثر يعتقد بهذا الامر فاذا هذا المعنى الاول للبداء في الله سبحانه وتعالى انه إظهار بعد الإخفاء المعنى الثاني في البداء بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الإيجاد بعد العدم يعني لم يكن تقدير فالله سبحانه وتعالى قدر لأن التقدير من صفات الفعل الله سبحانه وتعالى يقدر يدبر فلم يكن قد قدر شيئا في لوح المحو والاثبات ماكو شيء مقدر. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك. فهذا ايضا لا يستلزم الجهل وانما هذا الدليل على كمال قدره الله سبحانه وتعالى. لم يكن هناك تقدير فالله سبحانه وتعالى قدر ذلك لان التقدير من فعل الله سبحانه وتعالى. فهو القادر على التقدير. فإذا تبين أن البداء في الله سبحانه وتعالى قد يكون بمعنى الإظهار بعد الإخفاء يعني الله يخفي شيئا ثم يظهره في التكوينيات كما النسخ في التشريعيات وقد يكون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينشئ تقديرا جديدا الله قدر لهذا المريض أن يموت هذا المريض دفع صدقه الله سبحانه وتعالى غير التقدير. اوجد تقديرا جديدا. اذا هذا اتضح ننتقل الى البحث الرابع. ما هي عله البداء؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يبدو له؟ هو عالم. من الازل هم عالم لان العلم صفه الذات لماذا يقدر شيئا ثم يغير ذلك التقدير الجواب لكي نعلم بان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يعني الله قدر هذا مو معنى انه لا يتمكن من تقدير من تغيير التقدير هذا اليهود يقول وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اليهود من عقيدتهم ان الله خلق الكون وخلق ما خلق الان ما يقدر يسوي شيء والعياذ بالله من كفرهم ومتندم على ما فعل وما يقدر يسوي شيء على البداء رد لهؤلاء على هؤلاء كلا الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان الله سبحانه وتعالى كل يوم يقدر تقدير جديد يقدر إحياء يقدر اماته يقدر رزق يقدر مطر يقدر كذا وكذا وكذا الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا في سوره الرعد الايه 29 او 39 يمحو الله ما يشاء يمحو الله هذه من الايات اللي تدل على البداء يعني الله كتب شيئا في لوح المحو والاثبات يعني امر الملائكه ان يكتبوه ثم يمحوه لكن هذا ليس بمعنى الجهل اذا الايه تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ الذي هو متطابق مع علم الله سبحانه وتعالى هذا موجود. يعني الله اذا قدر شيئا هذا ليس بمعنى انه لم يكن يعلم ثم غير ذلك التقدير، كلا الله يعلم لكن لمصلحه يقدر ثم لمصلحه يغير ذلك التقدير. فالبداء رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلوله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن رد على بعض المتفلسفة الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا العقل الأول فقط ولا يستطيع غير ذلك والعياذ بالله من هذا الكفر ورد على بعض الناس الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأفعال جميعا دفعة واحدة والآن ما عنده شغل كلا الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء في سوره فاطر الايه رقم واحد والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون فاذا انت ليش تدعو؟ احنا ليش ندعو؟ اذا الله مقدر هذا مريض عندنا والله مقدر ان هذا المريض يموت او مقدر ان هذا المريض يحيا يعني يبقى حي زين انا ليش ادعو؟ سؤال الدعاء اذا كان التقدير غير قابل للتغيير، الدعاء لغو. الله سبحانه وتعالى يغير التقدير فلذلك امرنا بالدعاء. والا اذا ماكو تغيير للتقدير، يعني انت الان شد ايده يا رب ان الشمس غدا لا تطلع. زين أن انت تعلم ان هذا التقدير ما راح يتغير، لذا دعائك لغو. انت تشيل يدك تقول يا رب انا لا احشر في يوم القيامه، هذا دعائك لغو. لماذا؟ لان هذا تقدير قطعي، انه يوم القيامه كل الناس يجتمعون فيه. فاذا شيء تقدير قطعي الدعاء فيه لغو. لماذا تدعو؟ لان التقدير قابل للتغيير، هذا مريض يمكن الله قد قدر موته فانت تدعو الله سبحانه وتعالى. أن يغير ذلك التقدير، فالله يشوف دعائك يستجيب دعائك يغير التقدير. أنت ليش تدعو للرزق؟ إذا التقدير مو قابل للتغيير، الله سبحانه وتعالى قدر لك رزقا معينا قليلا أم كثيرا. زين ليش تدعو أن الله يزيد في رزقك؟ هذا معنى ذلك أن التقدير قابل للتغيير. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. فيغير التقدير السابق إلى تقدير جديد إذا الله قدر مثلا رزقا قليلا حتى أنت تدعو تتقترب إلى الله سبحانه وتعالى فتدعو الله سبحانه وتعالى ولعل الله يستجيب دعائك فيزيد في رزقك فإذا البداء المصلحة اللي فيه هو أن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى لكي يغير التقدير السيء إلى تقدير حسن. بمعنى أنه الإنسان يسوءه تقدير وإلا تقدير الله سبحانه وتعالى كله حسن. لكن بعض هذه التقادير تسوءنا كموت عزيز. فإحنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير ذلك التقدير. فإذا البداء من صميم المسائل التوحيديه لانه عقيده تستلزم العلم والاعتقاد بقدره الله سبحانه وتعالى وان الله اذا قدر شيئا يتمكن من, من تغيير ذلك التقدير وان الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق كل يوم هو في شان الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى والدعاء مخ العباده وهو وسيله لارتباط الانسان بالله سبحانه وتعالى فاذا البداء عقيده من صميم العقائد التوحيديه الان ان شاء الله في الحلقات القادمه سنقرا بعض الاحاديث المرتبطه بالبداء تبين كيف انه مرتبط بصميم العقيدة التوحيدية والذي لا يعتقد بالبداء أو لا يعرف البداء هذا توحيده ناقص وفيه إشكال نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. <applause>